الو واش كاين؟ اني شويه ونجي صح. بسيط اخويا والله قتلتني الشمع على بالك شوف لسه قارت عطيني قارلايس فكنا صباح ربي بديتي بعد بديت الشر تاعك شمت كيف ديرهم كل تطلب على الحداج تقول لي صباح ربي والله ربي يهديك ابو يا بريك قسم بالله الله رزق على بالك ويفوت بكري خلاص انا عييت نكم تصلوا الخمسة تاع الصباح وما لقيتوش متكيف برك سمات انا الا نكمل لك هذه برك تفهم برك سمات زعما راح على الاخر يجيك ما كانش منها الحكايه يا هاي كيفا جات في بالي الليلة نديرو قاعدة واش تخم؟ عندك واجد؟ تقول واجد لا لا فقنا من القصايد مريقلة ريقل روحك برك انا مهني اقطع اصبر ديجا برك ندير تليفون برك واش البوبي صافا مريقلة ملقاش عندك سنسون حتى تروجور ولا ماليش هيا تنكات صح واش ما فيهاش واش فيهاش اخويا قلنا العشيه العشيه لا تشتي تعاود الهضره هاي صرات لنا قبل هيك يفكنا ما تصراش اخويا قلت لك العشيه العشيه مريقله هي العشيه تاع كذا نحول الحاجه اخويا المهم متفق امام المهم نقوم مهني فيهم يا رجل انكم جيتش على باريس من كاين شي حاجه ديال هذا مريقله اخويا من بعد ما عيطت صافا خلي التليفون محلول يا ودي ما محلول التليفون نقدر المغرب ان شاء الله هيا هي يا خويا ربي يسهل صح رجلي دخون تاعك يديه برك السلام عليكم واش حال سام واش اخويا قاسم صافا الحمد لله وين المغرب هذا اقطع المغرب من الاخر ما تقولش عليك ما خصكش تليفون تعبوني ربحتي حبيتي ما جبيتها لي فيش هاي اللي في الجيب نعطي هاي هاي 500 هاي صح مليك سي بون صح فضت اخويا لا بليس واش ندير بها ديرها 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 ما تلاقيش اخويا هاي كابيك صاحبي ثاني سمعت صاحبي واش عم داير هذا الصوت الجامد واش اللي صوم مريضه بيبي صافا خويا صافا ليها عطيت خويا لاباس ما دارش سؤال ما كانش حبيبي والله هو شفت او في المحل تاعو مريضه صاحبي ندير طريق برك ونجي يا ربي هنيك الله في روحك راه صافا واش فؤاد مريضه صاحبي ليها صافا بيان ما عندكش ترواسون صح ليها صاحبي باسبورت لا
سرتاح يا صاحبي. ادي شفراق قرو صاحبي مليحة منطق مليحة الحالة بيوم مليحة مليحة تعرف جبتي اسمانا صاحبي اتمنكيت على بالك اختلونا تفون قد نكلمي غرب ترواسون بجرع الدهنة بعد قلمي الدجورة تعب الدولة منا من هيك ما كاين مليحة ريقني بسلعة صاحبي كيما مالف اعطني طرف ترواسون أعطيني بريك هاي بريك أداء إيه ديها على على يا ودي على على باصات كاين والو هضر مضار مريقله اي مريقله ما والو والله اللي عولت عليه انا على بها انا كنت جيت بديتنا بالقصايص مش قصايص والله والو باصات يا خويا انت واش فيك انا بعت التليفون يا صاحبي بعته بسانسون طيشت مالش اليوم عليك وغدوه عليا انا شاريه بزوز يا صاحبي هي على بالي الليله غير على جاتش ما طيحش كلمه جيت عاود لك ودي جات في تليفون ساره خلاص واش حكينا قبيله اسمع ايامات وتفرج يعني على بالي انا ايامات ويكون فيها جديد بغيت التليفون هذا يفوتنا من القصايص يدي واش راح يجيب هذا ما تسخرش يا ودي يا بسيط اخويا راس المال هذا يا راجل تطيشنا في اسمع مش حريه هذيك والله حكايه اسمع اسمع التليفون هذا اي مش راح تكفينا بعد سانسون راح تكفينا اخويا انت دير النيه وبرك دير النيه اليوم عليك غدوه عليا والله ما تدري كيف تفرج بسيط اي معليش يا كريم روح يا الله غالب هاك تشوف اخويا والله كرداها لي نعمه غير نديرو غوست وبركه هاي تقعر خلاص هاي فكنا ما شاء الله تعقرو تعقرو سلعة طير سمائي على بالي كيش منهم والله والله ما على بالي الريحة تحي منان مين نحكي مع صاحبي يزر بدور برك راح تطلع صاروخه كيري يا نشتي نديرو ستيلك فاهم باه كيما تجي بدي يطول بالك فاهم سلعة مليحة هذي بسيط يدور المحبوس يكوسا يا ودي اصبر برك هذا وين شعل اخويا اصبر برك نريقلو النار وبعد كنت ندور لك القار وخذ كيف النار صباح اي صار مازال طويله ندير راسي وراك وين نزيد ندور تعرف جبناه غير تمرني طلع يا ولدي ها ما هذاك القار هذاك صار صاحبي طلس خير مش كاك اخويا ها وباين شعلت ودورت وروح زلع الطير على بالك ايه ماليش ليش هاي مرعوبة هذي ليه ودي طول بالك برك لك تشوف يا راجل فتحنا ولك المنطقة اسمها الشي هذا نعرفه لهم ليه اسمع تشكون هذك اللي جايك ايش تي لصقة لصقة ذوك يجيب دا هات فرات هات فرات هات قار وهات نشم هات ورقة مصة هات اكثر منك هات واش تي زن صحة واش تي زن مليها صبوع خويا عزيز مريقلة بيوس صبوع بقعد مرة بصحة
مريقله واش كشمه فيها؟ ما فيها والو يا رجل، وراي اللي فيها ليك تشوف فيها. احنا ربنا من الله فيه هنا على جل كلمه هذه واش فيها؟ ايه ده هبد مونك ايه مونك كل يا رجل تموك عندنا هنا ليك تشوف هذه اللي كنا نهضروا فيها بعد ايه اللي جاب انت واش قاعد تشرب انت؟ ماني شر موالي واش قاعد تشرب؟ اخويا ماني شر موالي انت ما هضر يا رب واش بيك؟ ماني شفت لك يا اخويا هضر بينا من كنا نهضروا كنا نهضروا هو طايح خشين ويقول لك انا خشين انا نهضر معاك ايه طايح خشين يفكونا من لعب الاولاد بركه كيفاه الاولاد هذا تاعك اروح يا ودي ما قتلتو موال والهادي يا خويا واش قاعد دير يا ودي اش قاعد ندير يا ودي ما تدزش انا هادي يا خويا اصبر برك يا خويا يا واش قاعد دير يا ولدي اصبر برك يا خويا اللي مات ما تقسمو يا راجل اللي راه قسمو واش بيك انا واش قاعد دير درك يا ولدي الميت بسيط واش اخويا واش صرا واش كاين قول واش صرا واش كاين نحكمو ونقتلو شكون هو هذا شكون هو اللي ضربك ها شفت وين طاحت بيك شفت المليون وصلك اخي قلت لك ما تبعهمش هيا نوض روح دير فيها دوش ومن بعد نحكي شو كيف وليت كوراج كوراج دير قلب دير قلب اخويا دير قلب
شويه روح زيد زيد تقدر 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 قلت